طيب عايزين نطمن على فرقة الأهلي، أخبار اللعيبة اللي رجعت من الإمارات وفي إصابات عضلية وموقف صعب بيشهده كولر دلوقتي نتيجة إصابة عدد كبير جدا من اللاعبين في خط الدفاع، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح، يوسف أيمن، أشرف داري، محتاجين نطمن على كل دول، لذلك نطير مباشرة إلى ملعب مختار التتش بالجزيرة مع زميلنا العزيز موفد قناة الأهلي محمد توفيق. مساء الخير يا محمد. مساء الخير يا زميل عزيز محمد سعيد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومشجعي النادي الاهلي في كل مكان. اخر الاخبار عندك، محتاجين نطمن على اشرف داري، يوسف ايمن، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، يعني عمر كمال عبد الواحد، يمكن كل الاسامي انا شايفها في الخط الخلفي، ولو عندك تفاصيل اضافيه بالتاكيد محتاجين نسمعها منك. في البدايه بحب اطمنك يا محمد واطمن كل جمهور النادي الاهلي، الحمد لله رب العالمين، الوحيد اللي خارج مباراه النادي الاهلي والعين الاماراتي في بطوله الانتر كونتيننتال هو يعني من القائمه اللي انت قلتها لي كلها هو يوسف ايمن، طبعا طبقا لبروتوكول الفيفا، طبعا نظرا لاصابته في مباراه الزمالك الاخيره في بطوله السوبر المصري بارتجاج في المخ، فهو خلاص بنسبه 100% هو خارج المباراه خلاص طبقا لقواعد الفيفا 6 ايام ويبدا يتمرن مع الفريق بشكل طبيعي محمد طبقا للبروتوكول، باستثناء كده كل اللاعبين متاحين تحت امر الجهاز الفني، البدايه مع اشرف داري النهارده بالفعل بيشارك في المران الجماعي ولكن بشكل جزئي، طبعا بيخضع للاختبار، ان شاء الله يكون الامور مطمئنه وباذن الله رب العالمين يكون مع الجهاز الفني. ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، الامور طبيعيه جدا، امبارح خدوا التمرين الاستشفائي الاول للفريق ولكن بيتمرنوا بشكل عادي جدا ومتاحين ان شاء الله تحت امر الجهاز الفني. عمر كمال، اكرم توفيق، كل اللاعبين الحمد لله يعني كلهم حالتهم البدنيه اكثر من رائعه، الاختيارات الفنيه طبعا بتاعت مستر مارسيل كولر، حتى كمان وسام ابو علي كان في كلام عليها محمد، ما فيش اي حاجه من الكلام ده كله، اللعيبه كلها الحمد لله داخل الملعب بيتمرنوا بشكل طبيعي جدا، زي ما قلت لك يوسف ايمن فقط خارج قائمه المباراه ولكن باستثناء كده كل اللاعبين موجودين في الميران الجماعي، طبعا بجانب اللاعبين الغائبين منذ فتره كريم فؤاد، علي معلول، ومحمد هاني اللي شغال بشكل اكثر من رائع في برنامجه التاهيل وباذن الله بعد 6 اسابيع فات منهم 4 فاضل اسبوعين يكون ان شاء الله خلع الركبه الصناعيه اللي مركبها وبيتمرن بيها تدريبات تاهيليه في هذه الفتره، كمان خالد عبد الفتاح يمكن طمنته من دكتور احمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بالنادي الاهلي اكد لي كمان ان خالد عبد الفتاح خلاص ايام قليله هيكون موجود مع الفريق، هو بالفعل في اخر مراحل التاهيل، باستثناء كده الحمد لله الامور مطمئنه من هذه الناحيه محمد، يمكن الفريق على طول عقب الفوز ببطوله السوبر المصري جه الجمعه فجرا ارتاح بس يوم الجمعه، امبارح كان موجود على طول تدريب، المجموعه اللي لعبت بشكل اساسي خاصه المباراه وصلت 120 دقيقه محمد كان تمرين استشفائي ليهم، المجموعه الباقيه خدت مران قوي جدا، كان في طبعا محاضره مستر مارسيل كولر في بدايه المران، قفل بشكل تمامي خالص احتفالات السوبر وبطوله السوبر كعاده النادي الاهلي، عندنا بطوله طيب جديده طفيق. حلم جديد لجماهير النادي الاهلي، بطوله مهمه جدا يا محمد، معاك يا محمد اتفضل. هم اعتبروا يوسف ايمن طبقا لبروتوكول الفيفا ان هو عنده ارتجاج فما ينفعش يلعب الماتش، ده خلاص ده امر محسوم، عشان دي نقطه مهمه جدا انت قلتها في البدايه، ده واحد. اتنين، اشرف داري الموقف ان النهارده شارك في التدريبات في امكانيه يتواجد ولا لا؟ يوسف ايمن زي ما قلت لك في البدايه محمد طبقا لبروتوكول الفيفا هو خارج المباراه نظرا طبعا لاصابته بارتجاج في المخ في اخر مباراه، فهو مستبعد تماما، كمان الجهاز الطبي في النادي الاهلي بغض النظر عن بروتوكول الفيفا هو فضل اراحه اللاعب خوفا عليه طبعا من الاصابه، ما ينفعش يلعب هو في الحاله دي، فتم استبعاده وهو بس يعني مجرد تمرينات خفيفه كده في الجيم لكن بعيد عن تدريبات الكوره خالص، الدكتور احمد جاب الله قال لي مش هيخش تدريبات جماعيه قبل 6 ايام طبقا للبروتوكول المتعارف عليه دوليا أكيد. من الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا. اشرف داري شارك زي ما قلت لك موجود في التدريبات الجماعيه ولكن بشكل جزئي، الامور مشيت بشكل كويس والامور تمام محمد هيكمل عادي جدا وباذن الله يكون متاح من الناحيه الطبيه تحت امر مستر مارسيل كولر طبقا لرؤيته الفنيه، باستثناء كده كل اللاعبين اللي بيتدربوا كانوا في قائمه مباراه السوبر فهم كلهم متاحين تحت امر الجهاز الفني ما فيهمش اي مشكله. زميلنا محمد توفيق موفد قناه الاهلي بشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات الهامه جدا في هذه اللحظات قبل الاستعداد لمباراه العين. بكره بالمناسبه تدريب الاهلي هيكون الساعه 6 في استاد القاهره، المؤتمر الصحفي 4:30، تدريب العين هيكون الساعه 8 والمؤتمر الصحفي الساعه 7 في استاد القاهره. فاصل وبعد الفاصل